زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله بكره مباراه مهمه جدا للاهلي امام فريق طلائع الجيش. الفريقين لسه متواجهين مع بعض من كام يوم، وقدر النادي الاهلي ان يفوز برباعيه نظيفه بالرغم من قوه فريق طلائع الجيش ومدربه المتميز كابتن عبد الحميد بسيوني. ولكن المباراه غدا مهمه جدا ومختلفه تماما عن المباراه السابقه، خصوصا ان لاعبي طلائع الجيش وجهازهم الفني هيكون عندهم اكيد مليون في الميه هيكون عندهم الرغبه في اثبات الذات من بعد الخساره في الجوله الماضيه. مواجهه قويه ما بين مارسيل كولر وكابتن بسيوني، وبرضه اللي هيخلي المباراه من المباريات القويه وصعبه من الناحيه الفنيه ان كل المدربين عارفين كل حاجه عن بعض ولسه ملاعبين بعض من اسبوع تقريبا، كل واحد فيهم حافظ اسلوب واستراتيجيه الفنيه اللي بيعتمد عليها كل مدير فني وعناصر القوه اللي معروفه بالنسبه لهنا وبالنسبه لهنا. الحقيقه دايما مباريات النادي الاهلي وطلائع الجيش بتكون ذات طابع كبير، قوه كبيره واثاره ونديه. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده في مثل هذا التوقيت انا لن انظر الى اداء، على الرغم بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب، نمسك الخشب مش الإزاز، إنه فريقنا يبدع خلال هذه الفترة بسبب أشياء كثيرة جدا جدا، بسبب هذا الرجل والجهاز الفني اللي أمام حضراتكم دول لهم دور كبير جدا ومهم جدا جدا. إرساء مبدأ العدالة في اللعب وفي التمرين مهم جدا. طيب الناس كانت دايما تقول لك أيام جوزيه كنتوا بتكسبوا كل حاجه، فعلا كنا بنكسب كل حاجه، بس عارفين حضراتكم كنا بنكسب كل حاجه ليه؟ لانه انا كنت متاكد، انا كنت بتشرف بالتواجد وسط هذا الجيل، انه لما اكون كويس في التمرين، لما اكون كويس في التمرين هلعب مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور. ولو ابو تريكه اللي هو نجم نجوم الجيل بتاعنا موجود، هو اللي بيلعب باك رايت وانا بتمرن كويس وهو ما بيتمرنش كويس، انا اللي هلعب. كان دايما ارساء مبدا العداله مستر مانويل جوزيه، فعشان كده فكنت اي حد بيلعب فبتكسب وبتحاول دايما تكسب بكل طرق. طيب هكمل كلامي مع حضراتكم في هذا الامر، ولكن خلونا نروح لاحد نجوم مصر والنادي الاهلي الكبار، النجم الكبير كابتن ياسر رضوان. يا كابتن ياسر. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك. اولا البقاء والدوام لله في وفاه احمد رفعت، دايما نعزي نفسنا اولا يعني. البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. ربنا يرحمه ويغفر له. كابتن ياسر، عندنا مباراه مهمه جدا امام طلائع الجيش. الاهلي لعب في المباراه الاولى امام طلائع الجيش، قدر ان هو يفوز برباعيه نظيفه او بمقابل هدف، وبالتالي الكل الحقيقه شايف ان النادي الاهلي خلال المباراتين الاخيرتين بيؤدي بشكل جيد جدا. اولا قول لنا ايه اللي حصل علشان يظهر النادي الاهلي بهذا الشكل الجيد، ثانيا الشكل الجيد بالنسبه ما قبل يعني، وثانيا المباراه بكره شايفها ازاي؟ وطبعا الفتره الاخيره يمكن المستوى ما كانش المطلوب من الفريق، لكن زي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام المباراتين الاخرتين صراحه النادي الاهلي ظهر بمستوى يليق باسم النادي الاهلي. مباراه طلائع الجيش طبعا الماتش اللي فات كسبنا 4، لكن كل ماتش وانت حضرتك عارف ان كل ماتش بظروفه، لكن انا بقول الماتش مش هيبقى بنفس صعوبه الماتشات اللي قبل كده، خلاص الاهلي دخل في فورمه المكسب يعني زي ما بنقول. فهو الماتش ان شاء الله يبقى صالح النادي الاهلي بكره، لان النادي الاهلي عنده انت عارف طموح البطوله ده في دم النادي واللعيبه والجهاز والاداره، الجمهور طبعا وراه جمهور كبير بيستنى الماتش بفارغ الصبر، فهم عارفين وبيقدروا يتحملوا المسؤوليه كويس، فانا اعتقد ان شاء الله ان النادي الاهلي هيفوز بكره باذن الله. فريق طلائع الجيش في مباراته قبل الاخيره كانت ضد النادي الاهلي والنادي الاهلي كسب، المباراه اللي بعديها تعادل فريق طلائع الجيش. شايف كابتن بسيوني هيلعب ازاي بكره؟ لا هو طبعا كابتن حميد بسيوني من المدربين المحترمين طبعا ومعاه فرقه كويسه، اكيد هيبقى متحفظ جدا. انت عارف يا كابتن اسلام اي نادي بيلعب النادي الاهلي بيبقى متحفظين جدا وخايفين وقلقانين،
الا اذا انت اديت لهم الفرصه ان هم يتجرؤوا عليك. فانا اعتقد ده مش هيحصل، لان الموضوع خلاص دخل في الحاجات في الايام الصعبه او المباريات الصعبه اللي هي خلاص بتفصلك عن تحقيق الهدف اللي هو البطوله. اعتقد الكابتن عبد الحميد هيبقى متحفظ جدا بكره، هيحاول يلعب على البونت او يخطف جون، لكن طبعا الموضوع ده في التوقيت ده كمان في نهايه الموسم هيبقى صعب جدا بالنسبه له المباراه. يعني النادي الاهلي من وجهه نظرك يلعب بتشكيل الاخير ولا هيغير؟ والله انا شايف اللعيبه كلها ما شاء الله، يعني الراجل بيقدر يدور في اللعيبه كويس، لكن طبعا التشكيل الاخير ده كان عاملين مباراه كويسه، اخر مباراتين كويسين جدا. الاستقرار بيبقى مهم برضه، الا اذا كان في بقى مثلا اجهاد او حد عنده انذارات ولا بتاع، لكن انا شايف ان اللعيبه كلها مستعده كويس، اللعيبه وصلت فورمه عاليه جدا، اللعيبه كلها متحمسه، خلاص هو تركيزه على البطوله بقى 200% مش 100%. طيب اخيرا يا كابتن ياسر، المباراه بتتوقعها تحفظ من نادي طلائع الجيش وهجوم من النادي الاهلي، هل من الممكن الكابتن بسيوني يبادر باي شيء؟ لا ما اعتقدش يا كابتن اسلام خالص. لان الماتش اللي قبل اللي هو الماتش الاربعه ده اللي كان بين طلائع الجيش والنادي الاهلي اكيد بيسيب اثر نفسي في الجهاز الفني قبل اللعيب، فده هيبقى مؤثر عليه جدا، فهو هيقول لك انا يعني لو قدرت اطلع ببول يبقى كويس قوي. وده طبعا يعني ما اتمناهوش، لان طبعا احنا محتاجين كل بونت في المباراه وكل مباراه، فلا الماتش هيبقى صعب بالنسبه لهم جدا بكره. يعني عموما طلائع الجيش نتمنى يا رب ان شاء الله نقدر نفوز وبثلاثه نقاط مهمه. انا بشكرك جدا يا كابتن ياسر على وجودك معانا، شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ياسر رضوان نجم مصر والنادي الاهلي السابق. الاهلي النهارده استأنف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيره زي ما حضراتكم عارفين، ناس كثيره يعني وانا